إمتى صحيت؟ يعني ما صار لها شي نص ساعة دكتور. عليك العافية، أنا الدكتور عمر وأنت بالمشفى هلأ. بالحقيقة عملنا لك عملية خطيرة كتير، تتذكري شو صار معي؟ ماني مصدقة. ألف الحمد لله انحلت مشكلتنا. مرحبا. أهلين وسهلين. كيفك؟ اشتقت لك كتير. كتير فرحت بهالقرار. اشتقنا لكم كتير. الحمد لله أنكم رجعتوا. يلا خلونا نفوت لجوا. شو؟ ما لقيت حدا هنيك؟ لا والله يا هشام، ما لقيت أي حدا بالبيت. هلأ قل لي شو الأخبار عندك؟ عزيز، نحن أجينا على الجامعة. نحن ضد هالقرار، ما رح نسمح للمحجبات والرجعيين يفوتوا على جامعتنا. يا رجعيين انقلعوا من جامعتنا، ما بدنا إياكم. ألو هشام، شو عم يصير عندك؟ عزيز ليك بعدين بتصل فيك. ألو هشام، شو عم يصير؟ هشام شو عم يصير؟ ومين انتو بقى؟ شو هالحكي اللي عم بتقولوا؟ بأي حق بدكم تقلعونا من جامعتنا؟ ما حدا بيقدر يسرق حقنا بالدراسة أبدا. لا تسكتوا، أنا واقفة معكم. هاي الجامعة جامعتنا، من حقنا ندرس فيها. هاي الجامعة جامعتنا، ومن حقنا ندرس فيها. هاي الجامعة جامعتنا، ومن حقنا ندرس فيها. محجبات رجعيين، محجبات رجعيين، محجبات رجعيين، محجبات رجعيين، محجبات. ما بدي حدا يعرف مين يلي عملها. خلي القضية تتسجل ضد مجهول، ما بتتركوا ولا دليل وراكم. تمام. الله يلعنه، يعني وين بدي لاقيه؟ مظاهرة؟ يا ربي، هدول بدهم يقتلوها لإليف؟ أكيد رح يقتلوا إليف. هاي الجامعة جامعتنا، ومن حقنا ندرس فيها. هاي الجامعة رجعيين، محجبات رجعيين، محجبات رجعيين، محجبات رجعيين، محجبات رجعيين، محجبات رجعيين، محجبات رجعيين. هشام كرمال الله رد على التليفون. لا تجنني، يلا رد. ما عم يسمع. شو هالحالة يا أف؟ هاي الجامعة رجعيين، ومن حقنا ندرس فيها. هاي الجامعة جامعتنا، 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 ومن حقنا ندرس فيها. سهيلة ترجع، بعد عني، بعد عني عن الله. والله بعدوا عن بعض. ارجعوا. بعد عني. الله يلعنكم. انقلعوا لك حقير، بكفي انت وياه. ارجع يلا، بعد عنا. يا رجعيين تعالي قومي. يلا روحوا من هون، روحوا احسن ما نلتقوا لكم. بدكم تدرسوا بالجامعه مو هيك؟ دراسه بالجامعه من حقنا. ولك صار لي ساعه عم سمر لك، يلا بعد هيك. هاي الجامعة جامعتنا، ومن حقنا ندرس فيها. هاي الجامعة جامعتنا، ومن حقنا ندرس فيها.
اقتلوهم يا شباب. لا ترحموا حدا. سهيلة يا خلي تعالوا هون. ألينا تعالي بنتي. انت منيحة؟ ايه منيحة. إليف انت منيحة؟ نحن من وقت ما بطلنا نعيش بالشكل يلي أمرنا فيه ربنا وصرنا نعيش بالشكل يلي هو على أساس ديمقراطية بس هو إمبريالية. من ساعتها نحن وصلنا لهي الحالة. هالبلد هاد فيه كتير بنات ومن بيناتهم بنتي، وكتير من إخواتنا انغدر فيهم وانظلموا كتير، بس نحن رح ننهي هالظلم هاد، وبدنا نحمي حق بناتنا وحق إخواتنا اللي انغدر فيهم، وبدنا ندافع عنهم لآخر نقطة من دمنا. رح نتجاوز كل الحواجز يلي رح تظهر قدامنا، وأنا بوعدكن يا أخواتي نحن رح ننشئ نظام بهذا البلد ما رح يحكم البلد غير بشرع الله وبكلام الله. وهلأ أكيد أغلبكن عم يسألوا مين هذا اللي عم يحكي. رح قلكم مين أنا. أنا جيت لأنقذكن ورح وقف معكن بوش الظلم، ورح ساعدكن لحتى تقدروا تكملوا طريقكن للآخر، وأي حدا بيفكر يوقف بوشكن أنا مستعد إنه ضحي بروحي مشان شيله من طريقكن وساعدكن. فهمنا إنه بده يساعدنا، بس هذا مين بيكون؟ مو مهم مين بيكون، المهم بده يساعدنا. يلا صفقيله. أكيد كتار عم يخططوا إنه يمنعونا نكمل الطريق تبعنا، بس أنا من هالمكان عم خبركن السبات الشتوي اللي ضل بهالبلد 75 سنة انتهى خلاص. وأنا من هذا المكان عم خبركن لا تقلقوا، لأنه شمس الإسلام رح تشرق من جديد ورح تدفينا وتحسسنا بالأمان،
وبحب أقول لكل الأشخاص يلي عم يهددونا لحتى نتراجع عن الطريق اللي ماشيين فيه، لازم يعرفوا إنه من لما مشينا بهالطريق حطينا كفننا بجيوبنا وما رح نتراجع أبداً. ممتازة، رح تطلع حفلة بتاخد العائلة. وصلتي على قالب الجاتو؟ ايه، وكتبت عليه بتمنى لكم السعادة لآخر العمر. عم تحكي عن جد؟ إيه؟ الله يخلي لي ياكي. طيب انت اتصلي بعزيز من شان يجي، اصلا كل الطالبات رح يجوا لهون هلا. ماشي؟ ماشي. شوفي من جاي. وقفي، لا تتصلي. ما عم صدق عزيز واقف مع هديك الحقيرة. لا ما، بس مو مشكلة، نحن عم نحضر مفاجأة حلوة كتير، رح نورجيها لهديك كيف بتمشي مع رجال متزوج. ماشي؟ ايه. على كلن أنا رايحة قبل ما يشوفوني. طيب طيب. رح شلك الضماد عن وشك مشان ترتاحي أكتر. الحمد لله على السلامة. ها عزيز، انت شو عم تساوي هون؟ في مشاكل بالجامعة لهيك اجيت. وانا اليوم كان عندي كم درس بس ما قدرت فوت، فقلت بشرب شاي بمحل عمو سليم. يلا سمعونا سفقة كبيرة كتير للعرسان. إيجا أنت شو عاملة؟ بتمنى لك السعادة أنت وزوجك لآخر حياتك. أنا مالي مصدقة وجايبتي لنا جاتو كمان. عزيز اطلع على قلب الجاتو شو حلو. شوي لا تروحي، انا كتبت كتابي على سهام بس مشان انقذك وما عندي نيه تانية ابدا. شو بدك مني هلا؟ قل لك شكرا على هي العمله ولا بدك يعني بوس ايدك لانك تزوجت بنت تانية غيري؟ إليف بترجاكي فهميني. يلا احكي انت شو بدك مني. إليف انا عملت هالشي كله منشانك، ما كان قصدي اذيكي بنوب. بالعكس انت مو بس اذيتني، انت بعملتك هي موتتني. بس اعطيني شوية وقت بترجاكي، وانا بوعدك انه كل شيء رح يتصلح. إليف عزيز، كيف يعني كل شيء رح يتصلح؟ انت لا تتدخلي سهام. إليف انت مرتي الوحيدة، كتب كتابي عليها ماله اي قيمة. انت عم تضحك على حالك، رح نتشارك انا وحدة تانية فيك، ويا ريت تقلي انت عند اي وحدة منا بدك تعيش. لو سمحتي
والله الصبح رح تكون عند سهام وبعد الظهر رح تجي لعندي. قلي الصبح اي وحدة رح تصحي. إليف خلص بكفي. يعني ما عاد تتحمل صوتي مو هيك؟ لك كيف بدك يعني اتحمل عيش معك؟ بكرة الصبح رح اروح على المحكمة وارفع دعوى طلاق من اول وجديد. كيف؟ واذا عم تفكر فيني وضل الي عندك شوية كرامة وقيمة بتتركني وبتطلع من حياتي، لانه انا خلص طلعتك من حياتي ومن قلبي نهائيا. ممكن تفهمني انتو عن شو عم تحكوا؟ مو على اساس اتطلقتوا وان كنت فصلتوا عن بعض؟ يلا جاوبني، انت كنت عم تكذب علي. جاوبني. لوين مفكر حالك هربان قبل ما حاسبك على عملتك؟ وانت على شو بدك تحاسبيني هلا؟ لك دمرتي لي حياتي، انت خليتي الكل يصدق على أدنى حتى انا. عزيز صرت عم اخجل من حالي وما عم اقدر اطلع بوش مرتي بسببك. بس لهون وخلص، ما عاد في كذب ابدا. ما رح تقدري تكذبي على حدا تاني ولا عاد تقدري تاذي اي حدا. إلي عزيز حبيبي صدقني، أنا كل شي عملته كان كرمالك، لأني ما بتخيل إني ممكن أخسرك. ليش ما عم تتقبلني بحياتك ولا عم تحبني؟ فيك تقلي بنت الضيعة الغبية بشو أحسن مني؟ لو سمحت أخي احكي معه شي، لأنه ما عم يقبل يتركني بحالي. إليف شو صار لك؟ أنت منيحة؟ لو سمحت ساعدني وخلصني وخدني من هون. سهلة إنك تهربي من البيت، بس مو سهلة إنك تهربي مني. احتفظت بكل الشغلات اللي بتخصنا أنا وياك، ذكريات خناقتنا ولحظاتنا، وحتى إذا بتتذكري لما عطيتيني الشال وقت قلتي لي بتعطيني حبيبتك، وأنت حبيبتي وحياتي يا إليف، ورح تبقي هيك لآخر يوم بعمري. عزيز سؤال مهلك. عزيز مشان الله شوي شوي، انت بدك تقتلنا؟ عزيز لا، على مهلك. عزيز على مهلك رح تقتلنا. بسبب الحادث اللي عمله عزيز، القدر ربطه بسهام غصب عنه، لأنه سهام فقدت قدرتها على الإنجاب ويمكن ما عاد تصير أم، وإليف كانت لحالة بقاعة المحكمة. للأسف عزيز ما قدر يحضر المحاكمة لأنه ما كان بيقدر يجي على المحكمة بسبب الحادث، وتطلق من إليف عن طريق الوكالة. وبعد هداك اليوم ما عاد تقابلوا أبداً، وإليف يلي خربت حياتها ما عطت اهتمامها غير لابنها وبس، مع أنه تعذبت وعانت، بس هي وصلت لآخر فترة الحمل بسلامة، وأمها وأبوها وزوجها للأسف مانن معها. وهلأ بعد كل الشهور يلي مرقت وهي لحالها، قرب وقت الولادة. وبعد 6 شهور
انت منيحة؟ شو صار لك إليف؟ انت عم تنمغصي شي؟ مغصة خفيفة. هالشغلة ما لازم ينسكت عنا. قلت لك استني بالبيت وبلا ما تجي معنا، بس انت عنيدة وما بتسمع الكلمة. لا خلص أنا منيحة، عن جد منيحة، ما فيني شي. الله يمرق هالمحكمة على خير. إليف بس يطمنونا عن عمو إبراهيم، رح ناخدك على المشفى ماشي؟ تمام إن شاء الله خير. إجا عمو نجاة يا صبايا، إن شاء الله جايب لنا أخبار حلوة. شو صار عمو؟ رح يطلعوا أبي ما؟ عمو نجاة قول شي. اتهموا عمو إبراهيم شي؟ شو القصة عمو نجاة؟ حكموا إعدام يا بنتي. حابة تطلعي برات هالمكان؟ لا تقلقي اليوم رح طالعك. يا ترى رح تاخدوني لعند بنتي؟ ايه رح ناخدك، رح نروح سوا لعند بنتك. بنتي؟ طيب ممكن تفهمني شو الجريمة اللي مرتك بابي؟ شو عامل لحتى بدهم يعدموه؟ أبي قتل شي حدا ولا خان الوطن؟ يلا فهمني شو عامل؟ فينا نعترض على الحكم مو هيك؟ طبعاً رح نقدم اعتراض، وإذا لزم الأمر رح خبر كل زملائي ليساعدوني. رح أعمل كل يلي بيطلع بإيدي. بابا! إليف بنتي بعدي هيك عن المحكوم، لا تقربي. بعد هيك هذا بيكون أبي. بعد لا تزعلي بنتي، بترجاكي لا تزعلي. بابا! بابا! خليكي قوية مثل ما بعرفك وفكري بابنك وبس. يا الله لو سمحت خليني ضم أبي لآخر مرة. ولك شو أنتم من بين البشر يا عادمين الضمير؟ أنتم ما كنتم شايفين حالة هاي المسكينة؟ بابا حرام عليكم تعملوا هيك. بابا بابا güzel günler gelecek gözleri Elif al yerden baba Elif baba bu günler Elif baba geçecek bu zulüm de bitecek güzel günler gelecek gözleri بحبك كتير بابا. وأنا كمان بحبك كتير يا بنتي. بحبك كتير بابا. انت مبسوط هلا؟ ان شاء الله عاجبك الشيء اللي عملته يا ابني. بالحقيقه انا كان بدي اقتل حالي وقتل سهام معي كمان. اخ من ابني الغبي شو عمل. تفضل هي صار اللي بدك اياه، وسهام هلا رح تبقى معك على طول. وهلا حتى لو بدك مستحيل انك تقدر تتخلص منها. بس إليف رح تبقى بقلبي لحتى موت، مستحيل انساها. مالي مصدقه هالحكي هذا،
لسه عم تقلي إليف؟ إذا مالك سائل عن حالك سأل عن سهام. المسكينة عملت عملية كتير كبيرة، وبسبب هاي العملية ما عاد تقدر إنها تجيب أولاد غير عن طريق طفل الأنبوب وبس. نيناتنا تعاقبنا يعني، هي حرمتني من حبيبتي وأنا حرمتها من الأمومة، يعني ما في بيناتنا أي ديون لنسددها، تعادلنا. أغلب إنها عم تولى. جيبوا لنا كرسي نقال بسرعة. خلص اهدي بسرعة. طولي بالك. ما عم بقدر وقعي. طولي بالك. طولي بالك. خدي نفس حبيبتي ماشي. رح تاخذني لعند بنتي؟ ايه رح اخذك لعند بنتك. خلص حبيبتي لا تاكلي هم اهدي حاولي تتحملي شوي. الاسانسيرين مشغولين. استنوا شوي. طولي بالك. يعطيك العافية. صحة وهنا. المقاومة يلي بالجامعة نجحت بالمهمة تبعها، وهلا ما عاد يفرق معنا قرار أي حدا حتى الاتحاد الأوروبي. أصلا مين سائل على الاتحاد الأوروبي؟ استمروا بهالطريقة هي. صحيح، نحن عملنا مقاومة رهيبة كتير، يعني بعد الأحداث الأخيرة ما بتوقع أي بنت محجبة ممكن تتجرأ تفوت على الجامعة مرة تانية، وعن جد نحن عم نضغط عليهم بطريقة حلوة كتير. بس هداك يلي اسمه سفيان كل مرة عم ينجح إنه يوقف بوش مظاهراتنا. اطلعي، وهي صورته كمان بأول صفحة من الجريدة. ومين هذا الرجال بقى؟ ومن وين عنده كل هالجرأة والقوة؟ قدرت، كل الناس عم يحكوا عنه. الشخص يلي في عنده مثل هيك أفكار بتلاقيها بتلمع كتير، بس تاني يوم فجأة بتنتهي وبتروح. وانت لا تشغلي بالك لأنه ما حدا بيقدر يوقف بوشنا. كلي صحتين وهنا. على قلبك. يلا بسرعة بسرعة. طيب يا بنات أنا طالعة على الدرج، أصلاً بخاف من الأسانسير. إيه؟ ماشي. يلا يلا قربي. خلاص هي وصل الأسانسير، اهدي شوي حبيبتي ما ضل كتير. أنا موجوعة كتير ما عاد أتحمل. يلا تعي نطلع على الأسانسير بسرعة. ادخل. وصل الضابط صبري. ايه اهلين وسهلين، خليه يتفضل بسرعة. تفضل. يسلموا يا بنتي. اهلا المارشال صبري. سيد قدرات تفضل.
شكرا لك. خير ان شاء الله. شو هالمفاجأة هي؟ أنا فكرت كثير بالعرض اللي قدمت لي إياه، لهيك جيت أحكي معك. اسمعي، هذا بيكون رفيقي ورح ياخدك لعند بنتك، ماشي؟ رح ياخدني لعند بنتي؟ ايه رح ياخدك لعند بنتك، يلا اطلعي معه. تعي. برافو عليكي. اكيد ما لها حدا؟ بدي ما تجيب لي مصيبة. مقطوعة من شجرة وما إلها حدا. هات المصاري. كتير منيح، قول للدكتور أعضائك كلها سليمة. بتقربي شيء؟ أنا بكون رفيقتها. روحوا على قسم المحاسبة وسووا وراء القبول. إي ماشي. اطلبوا الدكتورة فورا. خير صار لها شيء؟ يلا الدكتورة جاي، ارتاحي ولا تخافي. اهدي شوي. إليف انتوا ليش فتوا على الغرفة لهون؟ اطلعوا لبرا. بعدي هيك خير شبه أعراض يا بنات، لو سمحتوا اطلعوا لبرا من بعد اذنكم. طيب يلا شلحي الجاكيت وخلينا نفحص بسرعة. اهدي لو سمحتي. تفضل. حبيب قلبي عزيز، الف مبروك يا ابني. ما بتصدق قديش مبسوطة. شو صار؟ ايه اخيرا سهام حامل. والله ما عم صدق، طفل الانبوب ما بيزبط بهي السهولة، يمكن ما له حامل. بس يا امي البنت حاسة انها حامل، وبعدين ان شاء الله اليوم رح تاخدوا البشارة الحلوة على اكيد. اسمعي يا ابني، الطفل لما بيجي على البيت بيجيب معه راحة البال والسعادة، وكمان بيربطون للزوجين ببعضهم اكتر. أمي بتعرفي إنه زواجي من سهام كان غصباً عني، وقبلت إنه نعمل طفل الأنبوب لكفر عن غلطي تجاهها، وهي كل القصة. ما بيهمني أي حدا غير إليف، وأنا عايش حياتي ورضيان بنصيبي. حبيبي يا روحي، بعد 9 شهور الله رح يبعتلكن ولد حلو كتير، ولما تحمل ابنك وتحضنه هيك كل عذاب ووجع الماضي رح تنساه نهائيا، ورح تبلش انت وسهام مع بعض حياة جديدة وكلها فرح وسعادة. ما كنت متوقع انك بعد 6 شهور تجي لعندي وتجاوبني على العرض يلي عرضته عليك. اذا الموضوع بيخص الوطن ما لازم نستعجل القرار ابدا. أنا مستعد ضحي بعمري وحياتي كرمال أمن وسلام البلد، بس طبعاً مستحيل بنوب إني حط إيدي بإيدك. برأيي لا تغلط يا حضرة الضابط، خلينا سوا ننقل هالبلد لمستوى أكبر. بدي أقول لك الحقيقة هلأ، أنا غلطت كتير لما فكرت إنه أنت بدك تعمل شيء منيح كرمال هذا البلد. لازم تعرف إنه بهالبلد حتى ورقة الشجر ما بتتحرك إذا نحن ما أمرناها وقلنا لها تحركي. أنت واللي حواليك هيك مفكرين يا سيد قدرت، بس لازم تعرف منيح انه من اكثر من 100 سنه ما حدا قدر انه يقضي على وجود هذا البلد. للاسف انت لهاليوم هذا لساتك عايش بالاحلام والاوهام. حرب جنك كاليه. لما كانت الحرب حامي بكل قوتها، الجنرال هاملتون كان عم يقول رح نشرب الشاي الساعه 5 باسطنبول. كان كثير واثق من الانتصار. تعرف شو اللي وقف بيوشو يا قدرت؟ ضابط واحد وقف ومنعه.
هو الضابط سعيد. الضابط سعيد كان مؤمن كتير بقضيته لدرجة إنه قدر لوحده يغرق هاملتون ببحر جانك كالي. كان في شغلة ناسيانين الإنجليز يا قدرت، إنه هالشعب بيحب هالوطن لحد الموت. برأيي صار لازم تفيق من هالأحلام لأنه جانك كالي مرق عليها وقت كتير. والضابط الإنجليزي هاملتون هي كان مفكر بوقتها لوقت ما سفينته تدمرت وغرقت ببحر جانك كالي. وإذا أنت رح تستمر بهذا الطريق رح يجي يوم يوقف قدامك شخص مثل الضابط سعيد ويدفنك بصفحات التاريخ وينتهي اسمك نهائياً يا قدرة. انتو يلي بتكتبوا التاريخ، نحنا يلي منكتبه يا حضرة الضابط. نحنا بترجاكم وعدوني اذا بيصير اي شي بتنقذوا البيبي، عم تفهموا؟ اللي نيفين لو سمحتي توعديني. الله يلعنكم. السيارة المطلوبة راحت باتجاه غابة الجمهورية. هلا هي المرة يلي بحبها وراح اتزوجها. بتعرفي انه انا تزوجتك غصب عني؟ بحياتي ما حبيتك. تزوجتك كرمال ابوك الضابط. اخيرا اجيت. أهلين وسهلين بالرجال المنتظر. أهلا وسهلا سهيلة. لا تكذبي إليف، صاير لها شي؟ عزيز أنت شو مشكلتك؟ عم يقولولك ما في شي. يلا خلينا نروح، ما عاد اتحمل.